بس حسين، يعني هو احنا امام رقم مرعب يعني في الحقيقه. بالضبط. نصيحه حضرتك المبسطه والسهله للجمهور بقى، ان هو كيف يتعامل لو قابل بالصدفه اي محتوى من محتويات اللي احنا للاسف بصددها دلوقتي. بالنسبه لو تم رصد هذه المحتويات او محتوى التطرف على الفيسبوك او تويتر لمصر لسه حاليا، ممكن الابلاغ عنها بكل سهوله، ريبورت على اي بوست او اي منشور، وبعد كده سيحذف تلقائيا. انما التليجرام نعد ليها، ونعد ليها حتى لما وقف او تم حذف المحتوى المتطرف من على التليجرام، تم وقف نشاط القناه، مش تم حذف المحتوى، لا، تم وقف نشاط القناه. ما فيش حسابات يعني جاريه عليه، ما فيش نشر، لكن المحتوى بيظل موجود. لكن المحتوى يظل موجود، انما في دار الافتاء سيكون في رصد من اول المحتويات القنوات التي تم وقف نشاطها، لانها برضو تحتوي على الكثير من المحتوى المتطرف. وايضا نرصد القنوات الجديده، لدينا قاعده بيانات هائله وكبيره بالارقام وبالمصادر وباللينكات، سيتم التعامل معها مع اداره التليجرام باذن الله. هل في تعاون، وده اخيرا استاذ حسين، يعني معذره لو كنا طولنا على حضرتك، هل في تعاون ما بين دار الافتاء وهيئه دور الافتاء في العالم فيما يتعلق بالمساله دي؟ الذاكره الرصديه جزء لا يتجزا من نجاح الامانه العامه دور وهيئات الافتاء. الذاكره الرصديه هي جزء من مركز سلام. ومركز سلام معروف نشاطه فيما يتعلق بالالكترونيات عموما او الذكاء الالكتروني في المحتوى وما يتم نشره. بالضبط. مركز سلام بيهتم بالتعامل مع الفكر المتطرف. طبعا حضرتك عرفت ان يعني تعلم جيدا ان هناك تقدم قوي في الاستراتيجيات التي تستخدمها الجامعات المتطرفه في تجنيد الفئات كثيرة من المجتمع وخاصة الشباب، وذلك عن طريق الاستدلالات الفقهية والشرعية زي ما حضرتك تعلم يعني. وفي دور ثاني لمركز سلام اللي هو تحصين المجتمعات من الأفكار المتطرفة. دي نقطة مهمة جدا، نتمنى يعني التوفيق لحضراتكم فيما يتعلق ب الوقوف أمام المحتويات المتطرفة وما ينتج عنها. الأستاذ حسين حمدي، مدير الذاكرة الرصدية للتطرف التابع لدار الإفتاء، أنا بشكر حضرتك جدا لوجودك معنا.